الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال ساعات نهار اليوم الاثنين بإذن الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس غالبا غائم مع احتمال زخات من الأمطار. درجة الحرارة العظمى خلال فترة الإفطار تكون 15 درجة مئوية، الملموسة 14، الرطوبة 58%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة 31 كيلومتر بالساعة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات من الأمطار تكون خفيفة بالمجمل ومتفرقة وعشوائية الطابع. إربد 21 إلى 8، المفرق 22 إلى 10، جرش 20 إلى 9، عجلون 18 إلى 8. المنطقة الوسطى أيضا تأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، البلقاء 22 إلى 12، الزرقاء 21 إلى 10، عمان 18 إلى 11، مأدبة 21 إلى 12، البحر الميت 28 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، أيضا تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات من الأمطار تكون عشوائية متفرقة الطابع. الكرك 17 إلى 11، الطفيلة 20 إلى 13، الشبك 18 إلى 12، معان 20 إلى 13، أما العقبة 29 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويش زخات من الأمطار 24 إلى 12، الصفاوي نفس الشيء 24 إلى 11، الأزرق 25 إلى 13. كان هذا كل ما لدينا إلى الحد الآن. إلى اللقاء.